أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب. نتائج تلك الحرب، نتائج كربلاء، فنقلوا صورة سيئة عن يزيد، وكانت هي هذه الصورة الموجودة عليه، فنقلوا أنهم رأوه يشرب الخمر ولا يحضر الصلوات لكثرة السكر الذي عليه، وعليه من الفساد الشيء العظيم، مع غليانهم من قضية كربلاء. إضافة إلى هذه المفاسد الأخرى، عزم أهل المدينة فيما بينهم أن ينقضون بيعته، أن ينقضون بيعة من؟ يزيد بن معاوية. نقضوا البيعة وأعلنوا نقض البيعة، التقى الصفين، فلما التقى الصفين دارت رحى معركة قوية فيما بينهم، وقلنا استبسل الأنصار، فقتل جمع كبير من الصحابة ومن الأنصار ومن أبناء الأنصار وأبناء المهاجرين ومن التابعين، خلق كثير قتل على يد هذا الرجل المجرم. هذه النتائج كلها التي نراها، ما هو سببها؟ سببها قتلة الحسين. فلو أن الحسين في تلك الأيام قدر الله للناس أن قاموا معه وأزال مثل هذا الحكم، لما كانوا وصلوا إلى مرحلة أن يبايعوا على أن يكونوا خدما وعبيدا، على أن يبايعوا خدما وعبيدا، وتستحل أعراضهم وينتهك حرماتهم وتؤخذ أموالهم كغنائم، إلى غير ذلك من الفساد العظيم الذي حدث في يوم الحرة، وبقي يوما تاريخيا تسجله الأمة بيوم الحرة. انتهينا، قلنا من مخالفة الولاية في عهد رسول الله، ثم مخالفة الولاية بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنصل الآن إلى مخالفة الولاية في عهد الإمام المهدي عليه السلام وحادثة الخسف بالجيش. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. هذا الحديث، هذا الحديث الآن الذي سنذكره، هو زبدة دروسنا كلها التي أخذناها عن أبي ذر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق، ومن قاتلنا في آخر الزمان. شو ما قال في أول الزمان؟ ومن قاتلنا في آخر الزمان كمن قاتل مع الدجال. الله، رأيتم؟ يعني آل البيت، وذكر قتال الدجال، وذكر القتال في آخر الزمان، من قاتلنا في آخر الزمان. طيب الرسول مش موجود في آخر الزمان، قد مات الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن من يقصد في آخر الزمان قاتلنا؟ المهدي وأصحابه. فلهذا عثرة آل البيت من أول التاريخ هم ضد الدجاجلة حتى يأتي الدجال الأكبر. أول ما خرجت الخوارج خرجت على من؟ على الإمام علي رضي الله عنه، خرجوا على الإمام علي، وخرجوا أيضا على عثمان، لكن في الإمام علي ظهروا بصورتهم الكلية وبتأصيلاتهم، وهم الذين يقصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اللي قاتل في البداية؟ الخوارج الأوائل، العترة، ورأسهم علي بن أبي طالب، ورأسهم لأنه قاتل معه الحسن والحسين، كانوا معه في الصف. العترة كلها قاتلت الخوارج، تمام، في أول التاريخ قاتلتهم العترة، وعلى رأسهم الإمام علي والحسن والحسين عليهم السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيخرج فرق من بعد فرق حتى يخرج في آخر فرق منهم الدجال. من يقاتل الفرق الأخير الذي يخرج فيه الدجال؟ المهدي عليه السلام، يعني العترة التي تقاتله. فلهذا: ولن يفترق حتى يردا علي الحوض، فلا تقدموهما، أو قال: فلا تتقدموا فتهلكوا، يعني المقصود على أنك لا تسابقهم على ما أعطاهم الله عز وجل، لا تسابقهم على ما أعطاهم الله عز وجل، فلا تتقدم عليهم ولا تقصروا عنهم، يعني لا تفرطوا فيهم. فكأنه يقول لنا هنا: لا تكون غالي ولا مقصر. فالذين غلوا وصلوا إلى مرحلة لعن الصحابة وإبعاد الأمة، وخرجوا بأفكار جديدة من شدة حبهم لآل بيت رسول الله، غلوا، وآخرين فرطوا فيهم فوصلوا إلى لعنهم وسبهم وقتالهم وقتلهم أيضا. فأنت لا تكون هؤلاء ولا إلى هؤلاء،
كن ممن أنصف فيهم. فأنت لا تكون هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كن ممن أنصف فيهم. شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.